السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندي درس جديد في مادة اللغة الإنجليزية بعنوان Past Passive. Past Passive في الدرس دوت إن شاء الله هناخد المبني المجهول في زمن الماضي. تعالوا مع بعض نشوف خطوات تحويل الجملة من مبني المعلوم لمبني المجهول. قبل ما ناخد الخطوات ديت لازم الأول نعرف إحنا ليه عايزين نحول الجملة من مبني المعلوم نخليها مبني المجهول. اول حاجه بنستخدم مبني المجهول دوت لما نكونش عارفين مين اللي قام بالفعل او ان احنا مش عايزين نقول مين اللي قام بالفعل او ان احنا مش مهتمين بالفعل. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات ان هما بيخلونا ان احنا نستخدم مبني المجهول: ان احنا مش عارفين الفعل او مش مهتمين بالفعل او مش عايزين نقول الفعل. تعالوا بقى نشوف عندنا هنا الخطوات. اول خطوه ان احنا بنخلي المفعول فاعل في اول جمله. المعروف ان المفعول ده اخر ركن عندنا في الجمله الاساسيه، فبالتالي لما عايزين نجيب في مبني المجهول بنخلي المفعول مكان الفعل في اول الجمله. تاني حاجه بنستخدم الفيرب تو بي في نفس زمن الفعل الاصلي زائد الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا عندنا مثلا الجمله موجوده عندنا في زمن الماضي البسيط، يبقى طبعا هنقوم جايبين الفيرب تو بي دوت هنجيبه واز او ويل. عندنا موجود في المضارع يبقى هنجيب الفيرب تو بي ام او از او ار. يبقى احنا بنجيب الفيرب تو بي على حسب زمن الفعل، وبعد كده بنجيب بعديه الفعل في التصريف الثالث. تالت حاجه عشان نحول الجمله لمبني المجهول، لو احنا عايزين نقول الفعل احنا ممكن اصلا نستغني عن الفعل في الجمله، لكن لو احنا عايزين نجيب الفعل بنجيب الاول كلمه باي بعد كده بنجيب الفعل بعد كلمه باي. يعني لو احنا عايزين نجيب الفعل لازم الاول نجيب قبليه كلمه باي. تعالوا مع بعض عندنا هنا نشوف عندنا الاكتف والباسف. عندنا في الجمله الاكتف العاديه بتكون متكونه من ثلاث حاجات اساسيه ان هما السبجكت والفيرب والاوبجكت، الفاعل والفعل والمفعول. عندنا السبجكت بتاع الجمله ديت اللي هو علي اللي هو الفعل اول حاجه موجوده عندنا في الجمله. تاني حاجه الفيرب عندنا توك، تاني حاجه الفيرب توك، يبقى علي سبجكت وتوك الفيرب، واخر حاجه ده كاميرا اللي هي المفعول الاوبجكت. عايزين نحول الجمله ديت من مبني للمعلوم نخليها مبني للمجهول. من اكتف نخليها بس. اول حاجه بنجيب الاوبجكت اللي هو اخر حاجه في الجمله اللي هو ذا كاميرا. عندنا نجيب الاوبجكت نخليه اول حاجه في الجمله مكان السبجكت. هنجيب هنا ذا كاميرا نخليها اول حاجه في الجمله. تاني حاجه بنبص على الفعل بتاع الجمله، عندنا هنا الفعل توك. توك دوت التصريف الثاني للفعل، فبالتالي عرفنا ان دوت زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سمبل. فهنجيب الفيرب تو بي على حسب الفعل اللي هو الباست سمبل، يبقى هنجيب الفيرب تو بي هيكون واز او وير. عندنا هنا الكاميرا ديت مفرد فهنجيب على طول واز، فاخترنا واز مكان وير، فذا كاميرا واز. واخر حاجه هنجيب التصريف الثالث للفعل اللي هو الباست بارتيسيبل اللي هو هيكون توك، هيكون تيكن. توك تيكن اللي هو التصريف الثالث للفعل. لو احنا عايزين نجيب الفعل اللي هو علي هنقوم جايبين باي وباي كان قوم علي، هتكون ذا كاميرا واز تيكن باي علي، او ان احنا ممكن نستغني خالص على علي زي ما احنا شايفين. الجملة الأولى كان معناها علي أخذ الكاميرا، علي أخذ الكاميرا. بعد ما حولناها للمبني المجهول بقت الكاميرا أخذت، الكاميرا أخذت. تعالوا مع بعض كده نشوف عندنا إكزامبل. They played football last night. They played football last night. هم لعبوا كرة القدم الليلة الماضية. لما نيجي نحولها للمبني للمجهول أول حاجة بنجيب الأوبجكت اللي هو الفوتبول اللي هو مفعول به، لأن الحاجة اللي اتلعب بيها هي كرة القدم. هنجيب الفوتبول نخليها أول حاجة في الجملة، وبعد كده هنبص على الفعل بتاع الجملة. عندنا الفعل بليد، أول ما شفنا بليد عرفنا إن دوت باست سمبل، فبالتالي هنشوف الفوتبول ديت حاجة مفرد فهنختار لها واز مش هختار لها وير، فهتكون فوتبول واز. وبعد كده هنجيب بليد في التصريف التالت اللي هو هتكون برضه بليد. فوتبول واز بليد لاست نايت، أو إن إحنا ممكن نجيب لاست نايت اللي هو الموعد دوت ممكن نجيبه قبل الفوتبول، بنجيب last night ونقوم حاطين كوما ونقوم قايلين football was played. last night football was played. تعالوا مع بعض نشوف عندنا احنا اتعلمنا ايه في الدرس دوت. احنا اتعلمنا past simple passive اللي هو الاوبجكت، وبعد كده was aware، وبعد كده التصريف التالت للفعل. لو احنا عايزين نقول الفعل بنقول قبليه كلمة by، وبعد كده بنقول الفعل بتاعنا اللي هو السبجكت. تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة. عندنا change into passive. عندنا the teacher explained the lesson، المدرس شرح الدرس. عايزين نجيبها للمبني المجهول يبقى هنقول بدل المدرس شرح الدرس هنقول الدرس اتشرح بواسطة المدرس. الدرس اتشرح بواسطة
المدرس. هنقول ده lesson، اول حاجه بنجيب هنا المفعول به اللي هو الدرس اللي هو اللي اتشرح، هنجيبه اول حاجه في الجمله هتكون ده lesson. هنبص على الفعل بتاع الجمله عندنا اخره اي دي، يعني عرفنا ان هو ايه في التصريف الثاني للفعل اللي هو كده الجمله موجوده في الباست سيمبل. يبقى هنجيب على طول was، هنجيب الفيرب تو بي was، هيكون ده lesson was. ونجيب هنا التصريف الثالث للاكسبليند اللي هي برضه اكسبليند، فتكون ذا ليسون واز اكسبليند. عايزين نقول الفاعل اللي هو تيتشر، هنقوم قايلين باي وبعد كده نقول ذا تيتشر. مش عايزين نقول التيتشر، ممكن نستغنى عنها، ونقوم حاطين النقطه موجوده في الاخر بعد اكسبليند. واخر نقطه ديت انتوا هتحلوها لنا وتبعتوها لنا تحت الفيديو. وبكده نكون خلصنا رساله النهارده، ونقابلكم درس جديد مع نفهم نتعلم ببساطه.